موضوع منح الجنسية للأجانب شلون تتعاملون وياه؟ شنو الإجراءات فيما يتعلق منح الجنسية؟ نعم، احنا بالنسبة لمنح الجنسية العراقية حددها القانون العراقي فيما يخص قانون الجنسية العراقية، نعم، انه العراقي المتزوج او العراقية المتزوجة من أجنبي حددها القانون بإقامة مشروعة متتالية لمدة 5 سنوات عرضه بعد اكتمال المدة القانونية ينرفع الطلب إلى مديرية التجنس عندنا في مديرية الأحوال، بعدها ترفع إلى سيد وزير الداخلية لغرض منح الجنسية العراقية. هذا فيما يخص المتزوجين. بالنسبة للأجنبي اللي هو متواجد بالعراق الإقامة ما تحددها القانون لمدة 10 سنوات متتالية ينمنح على ضوها الجنسية العراقية. طيب يعني فيما يخص منح الجنسية العراقي، نعم، المتزوج من أجنبية والأجنبية المتزوجة من عراقي نفس نعم الإجراء، نعم نعم نعم، يحتاج مدة إقامة 5 سنوات مدة في العراق، مدة إقامة مستمرة، نعم، متتالية حددها القانون العراقي. يعني ما يخرج من العراق مفروض لا لا المدة. لا إنه 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 ما يتجاوز المدة القانونية، نعم، 6 أشهر خارج العراق. هو يعني يدخل خلال هاي السنة يطب ويطلع، من حقه يبقى مدة 5 أشهر لحد ما انه المدة ما تتجاوز 6 أشهر. طيب اكو يعني اقبال على الحصول على الجنسية العراقية؟ اكو عرب اجانب يجون العراق حتى يحصل على جنسية؟ نعم، عندنا هواية، عندنا العراقيين اللي يزوجون من تعرف هاي لم يعني لم حالة شمل. حالة اجتماعية، نعم، والعراقي اكو عراقي زوج جنس الاجنبية الجنسية او عندك من اخواننا العرب من كافة الجنسيات.